تذكر هذه السائلة بأنها فتاة تبلغ من العمر 28 ولم تتزوج، لأنها تريد تقول لأنني أريد رجل صالح يحفظ علي ديني ويساعدني على طاعة الله عز وجل، ولكن والدي أجبرني على الموافقة على رجل يصلي والحمد لله، لكنني غير راضية عليه وغير مرتاحة إلى الآن، علما بأنه لم يعقد علي وأنا في ضيق شديد وحيلتي قليلة، وقد رفضت هذا الرجل لأن فيه بعض المعاصي وأخاف على نفسي أن أكون عونا له على ذلك، وأنا مع أهلي فضيلة الشيخ متمسكة على ديني كالقابضة على الجمر، لأن أهلي هداهم الله يجاهرون ببعض المعاصي، وحاولت في إقناعهم لكن دون جدوى، وكان لي أمل أن أتزوج من رجل صالح يعينني على الخير وعلى أمور ديني ويفرج عني كربتي بعد الله عز وجل، لكنني فقدت الأمل، ووالدي متسرع لا يتفاهم بصدر الرحب، وقلت له زوج إحدى أخواتي، قال كلام الناس لا تزوج الصغرى قبل الكبرى، والله المستعان، رغم أنني صليت صلاة الاستخارة عدة مرات لكن حالي لم يتغير، أرجو النصح والإرشاد التام بما فيه الخير والفائدة، لأنني أقتنع بكلام ورأي فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله، فهو نعم المربي والموجه والمرشد، أطل الله في عمره على طاعة الله، وأسأل المولى الكريم أن يرزقه الجنة والمسلمين، وجزاكم الله خيرا. أشكر السائلة على هذا الدعاء وعلى حسن ظنها بي، وأرجو الله تبارك وتعالى أن أكون عند حسن ظن إخواني بي، ثم أني أهنئها على كونها تتحرى الرجل الصالح الذي يعينها على دينها ويحفظ كرامتها، وأقول أبشري بالخير، والله سبحانه وتعالى لن يخيب سائله وراجيه أبدا، فعليها الإلحاح على الله عز وجل تبارك وتعالى، وهو يحب الملحين في الدعاء أن تلح على ربها تبارك وتعالى أن يرزقها عاجلا غير عاجل زوجا صالحا ذا خلق ودين، ولتنتظر الفرج من الله عز وجل. أما بالنسبة لإلزام والدها أن تتزوج بهذا الخاطب فلها أن ترفض، لأن الأمر أمرها، والذي سيعاني من الزوج هي وليس أباها، والمرأة إذا أجبرت على التزوج من شخص فالنكاح غير صحيح، سواء كان المجبر أباها أم غيره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، وقال عليه الصلاة والسلام البكر يستأذنها أبوها أو قال يستأمرها أبوها، فنص على البكر وعلى الأب. ثم كيف يمكن أن نقول للإنسان أن يجبر ابنته على أن تتزوج بشخص لا ترضاه وهو لا يملك أن يجبرها على بيع بيضة من ماله؟ هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة، والحمد لله لم تأتي به الشريعة، وإن كان بعض العلماء يرى أن للأب أن يجبرها لكنه قول ضعيف، وما دامت هذه المرأة استخارت مرتين ولم ينشأ حسدها لهذا الخاطر فلترفضه، وإنها إذا رفضته لا يجوز لأبيها أن يزوجها أبدا، فإن زوجها وهي مكرهة فقد سلط عليها رجلا ليس بزوج لها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تزوج البكر حتى تستأذن، وقال من عمل عليه عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، فكيف إذا كان عليه نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا فليتق الله امرؤ زوج أحدا من بناته مع ذكراه وليعلم أنه سلط عليها من ليس بزوج شرعا، وبيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم بالنهي عن تزويج البكر حتى وينص على البكر وعلى الأب، فمن المشرع بعده؟ ومن المعلوم أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة لله، ومعصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصيته، فليتق الله هؤلاء الآباء. ثم إن من البلاء والبلاء أن بعضنا لا يراعي مصلحة البنت أو الأخت أو من له ولاة عليه، إنما يراعي مصلحة الشخصية فقط، أو يراعي عصبية بائدة كالذي يقول لبنته والله لا تفرحين بالزوج إلا من ابن عمي. هل الزوج، هل البنت أو الأخت أو من له ولاة عليها، هل هي قطعة من ماله يبيعها على من شاء؟ ألا فليتقوا الله، وليعلموا أن هؤلاء البنات اللاتي أجبرن على الزواج بغير إذنهن أنهن سيكون خصم هؤلاء الذين زوجوهن يوم القيامة. نعم.